جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل كبير في السن ويجد مشقة في أداء فريضة الحج، فهل يجوز أن يوكل من يحج عنه؟ أرجو أن تحدثونا عن النيابة في الحج بالتوضيح، جزاكم الله خيرا. الأصل أن الإنسان يؤدي الحج بنفسه، حج الفريضة يؤديه بنفسه، لأنه عبادة بدنية مالية، أن يؤديه بنفسه في حج الفريضة، هذا هو الأصل. فإن أداه غيره عنه وهو يقدر على أدائه لم يصح. التوكيل في فرض الحج لا يجوز إلا عند العجز المستمر وعدم القدرة على أدائه، كما جاء في الحديث عن المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يستطيع الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فإذا بلغ الإنسان هذا المبلغ، إن كان كبيرا هرما لا يستطيع أداء الحج بنفسه، أو كان مريضا مرضا مزمنا مستمرا معه لا يستطيع معه أداء الحج بنفسه، فإنه يجوز حينئذ أن ينيب من يؤدي عنه الحج، من يؤدي عنه الحج، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل الذي يلبي عن أخيه قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن أخيه. أما إذا كان الإنسان قادرا على أداء الحج بنفسه، أو كان مريضا مرضا عارضا يرجى زواله، فإنه لا يجوز له أن ينيب عنه في فرض الحج، بل ينتظر حتى يزول عذره. نعم.